بسم الله الرحمن الرحيم. إن ما يجري على أهلنا في العوامية من قتل واستباحة شاملة هو إرهاب وإرعاب دولة يرقى إلى مجازر تطهير عرقي وإبادة. الصمت الدولي مريب، وهناك تواطؤ مفضوح في ارتكاب الجريمة، ولكن ليعلم آل سعود وحماتهم من الغربيين الذين أعطوهم الضوء الأخضر لتدمير منطقة بأكملها على رؤوس أهلها وساكنيها، إن أرادوا تغطية الفشل ومسلسل الإخفاقات في لبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين، فإن هذا أسوأ فشل يرتكبوه بتدمير منطقة في الداخل. نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والرحمة، وأن يقطع دابر المعتدين عن أهلنا في العوامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.